العدو. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الوقت منتظرين وصول السيد وزير الري الدكتور هانس ويلم. هو على وشك الوصول، وطبعا ده مهرجان حصاد ارز الجفاف عرابي 3 وعرابي 4. يوم النهارده هيكون مهم جدا بحضور السيد وزير الري الدكتور هانس ويلم، تطبيقا لتوجهات وسياسات الدوله اللي بتقول ان احنا ان شاء الله كلنا في اتجاه ان احنا نستخدم ونعلي من او نعلي من المحاصيل اللي هي قليله استهلاك المياه، تطوير استراتيجيات واساليب الزراعه الري الحديث، المحاصيل اللي هي بتعتمد او بتقاوم الجفاف. كل دي اطر ان شاء الله هتكون يعني اطر حديثه في الزراعه وفيها تجربه وليده مدعومه ان شاء الله من الدوله من القياده السياسيه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. فكره ان احنا نزرع محاصيل هتكون مقاومه للجفاف، محاصيل هتكون معجزه القرن، معجزه الاعوام القادمه، وكمان محاصيل هتقدر انها تخلينا ننسى حاجه اسمها الري بالغمر. ان شاء الله الري بالغمر هيكون مساله عفى عليها الزمن قريبا جدا. مع اللوزيس. اهلا حضرتك. قش بس ما خلاص الارز مش موجود دلوقتي. السلام عليكم. ازيك دكتور ايهاب نائب رئيس الجامعه؟ ازيك يا دكتور سعيد؟ طبعا معلش عامل ايه؟ احنا يعني النهارده عيد والله. شات العميد وجود حضرتك يعني كل حاجة بقت زي الفل. احنا المحصول هنا يعني هيتعدى 4.5 الفدان، واخدين 3500 متر مكعب مية متوسط. وانا هقول لحضرتك الكلمة بتاعتي الاثباتات والكلام ده والخيمه هنا خلينا برضه اي مجال عارف شايفه لا يعني اتفضلوا هنا انا مش عايز بس ابوظ لك لا 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 يعني حضرتك يعني في الخيمه وفي ميكروفون عشان اذا كان حضرتك تقول كلمه ونائب رئيس من انا جاي اسمعك انت الله يخليك يعني نقعد بس انا الوقفه انا من الصبح واقف ماشي حاضر تعالى يعني بسم الله الرحمن الرحيم. شرف لي شخصيا وشرف لجامعة اليازيه ان يشرف مهرجان الحصاد ارز الجفاف عرابي 3 معالي وزير الري هاني بي سويلة، الاستاذ الدكتور هاني سويلة. وده يعني انا بقول احنا بادئين عصر جديد. وزير الزراعه اول مره وزير الزراعه يطلبني واروح له وقال لي خلينا نبدا صفحه جديده، وكانه بالفعل مشروع بدايه اللي بدأه سياده الرئيس كله عاوز نبدا جديد. مفيش حتى مركز بحوث باعت الدكتور محمود ابو يوسف اللي كان رئيس قسم بحوث الرز النهارده بيمثل مركز البحوث الزراعيه بدل الدكتور عادل عبد المجيد او عادل عبد العظيم عادل عبد العظيم. فاحنا خلاص كلنا عدنا حاجه واحده، مركز بحوث زراعية، مركز بحوث المية، معهد بحوث الصحراء، الجامعات، 27 كلية زراعة تنتج أصناف. فده بداية موفقة جدا. وجود أكبر قيادة سياسية في وزارة الري، وزارة الزراعة الوزير نفسه اتصل بيا وقال لي أنا اتحدد لي التزام محدد في النهارده المقابله، فكان جاي هو. فاحنا ده شرف كبير لنا.
حسيت بقلبي نوبي وصفيت انا الخيفاني قلقاني ومش درياني قرب ووقف حدي ما اصعب هالتحدي صافي اللي بعده ناطر يبدو انه مش شاطر قريب مني اللي كلمي مثل اللمسي مثل النسمي جرب احكي هدي قلبي مثل اللمسي مثل البسمي قريب مني اللي كلمي مثل اللمسي مثل النسمي جرب احكي هدي قلبي مثل اللمسي مثل البسمي.